المزيد من المتابعة. ينضم إلينا من لندن مراسل الغد عمرو المنيري. عمرو، استمرار هبوط الجنيه الاسترليني مقابل الدولار لأول مرة منذ 37 عاما، الخبراء إلى ما يعزون ذلك؟ نعم بالفعل، كما ذكرتم هذه كانت مفاجأة، لأن موعد هذا الانخفاض المباشر كان في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، وهذا أي بعد ساعتين من أول مساءلة لرئيسة الوزراء لتراس. إذن هذا هو سبب رئيسي بأنه الأسواق لا تثق في هذه الحكومة، ولا تثق حتى الآن في لتراس التي واجهت أولى معاركها أمام البرلمان اليوم. يوم غد هناك ستطرح الميزانية الجديدة، ستطرح ماذا ستفعله هذه الحكومة لمواجهة العقبات. هبوط هذا الجنيه الاسترليني معناه أن الأسواق العالمية لا تثق في الحكومة الجديدة حتى الآن، وهذا معناه أنه تداعيات ارتفاع سعر الدولار الأمريكي سبب رئيسي في انخفاض الجنيه الاسترليني. الأداء الحكومي على مدار الشهور الماضية، وليست فقط لتراس، نتحدث عن بوريس جونسون كان سببا وراء هذا. لا ننسى أن التضخم الكبير الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ بريطانيا سيصل إلى 13% وربما أكثر، وهذا مقدار كبير بحسبة اقتصادية. أيضا الخوف مما سينبئ عنه المستقبل في التعامل مع نقص الغاز والنفط إلى بريطانيا، الإمدادات مهمة جدا، عدم فرض ضرائب، ولكن التلميحات بأنه مديونية جديدة ستزداد لنحو 200 مليار جنيه استرليني حتى تستطيع لتراس أن تخفض من التضخم، هذا سبب أيضا في قلق للأسواق العالمية. هذه النقطة عمرو أريد توضيحها أكثر فيما يتعلق بتغييرات كانت ألمحت إليها رئيسة الوزراء الجديدة ليز تراس بخصوص بنك إنجلترا من أجل حماية العملة الوطنية ابتداء، وأيضا من أجل السيطرة على التضخم. هل هذه التطمينات والتلميحات والإجراءات الجديدة يمكن أن تطمئن السوق الأوروبية والسوق البريطانية على وجه الخصوص؟ يعني ما ألمحت إليها اليوم بالفعل لم يطمئن الأسواق، وهو السبب الرئيسي في انخفاض عملة الجنيه الاسترليني، لأن المشكلة هنا حين ينخفض قيمة الجنيه الاسترليني هذا معناه أن كل عمليات الاستيراد ستكون صعبة جدا بالنسبة لبريطانيا. لا ننسى أن بريطانيا تستورد أكثر من 80% من الطعام من أوروبا، هذا مشكلة بالنسبة لبريطانيا، وهذا معناه سيزداد التضخم مرة أخرى، وهذا هو السبب. إذن حتى الآن ما طرحته اليوم ولكنها كانت تنويهات فقط وليس أدلة مباشرة أنها ستفعل ذلك أو ما إلى ذلك، لكن هذا معناه أنه ليس هناك ثقة في شخص رئيس الوزراء، وأن حتى المجموعة الاقتصادية التي جاءت في هذه الحكومة ربما لن تستطيع ذلك. المتوقع حتى الآن حسب التحليلات أن بنك إنجلترا المركزي سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى، من ثم تكون هناك حتى يكون هناك لا تكون هناك سيولة كبيرة في الشارع البريطاني، ومن ثم محاولة لتخفيض الاستهلاك، تخفيض شراء الناس للبضائع غير الهامة، وتخفيض السيولة لمحاولة إيجاد توازن للتضخم. لكن هذه عملية معقدة جدا لا تستطيع إلا باحتمالات مختلفة. الآن هناك مشاكل جمة منها ارتفاع كلفة المعيشة وأيضا الفواتير الضخمة التي سيدفعها المواطن البريطاني في الشهر المقبل إذا لم تخفض أسعار النفط التي متوقع أن أسعار ارتقى 80% ستزداد شهر أكتوبر. إذا ما نجحت لتراس في تخفيض ذلك في ما ستعلنه يوم غد ربما ينتعش الجنيه الاسترليني، لكن هذا يبدو أنه ستكون فرصة للمستويات وأسواق الأموال أنها تشتري الجنيه الاسترليني لأنه في أقل انخفاض له
منذ سنوات، وهذه مشكلة مرتبطة بالولايات المتحدة الأمريكية وارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة، وهذا معناه أن الاقتصاد الأمريكي الذي يتجه هو الآخر إلى نحو الركود سيؤثر مباشرة إلى الاقتصاد البريطاني، وسنبقى في متابعة، سيتجه إلى ركود اقتصادي كبير للقرارات يوم غد. معك عمرو المنير مراسل الغد، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.